تعز حيث المعاناة التي لا تتوقف، فالحرب هنا شردت الكثير من السكان، ومن بقي وإن عاش تحت خط الفقر تتدهور حالاتهم يوميا، خصوصا في ظل حصار يمنع دخول المواد الغذائية، وما إن وجدت تجدها باهظة الثمن. عانت مدينة تعز خلال عام وستة أشهر معاناة شديدة وحصار مطبق، وسواء في الغذاء أو الدواء أو غير ذلك. أبناء تعز يعانون من غلاء الأسعار نتيجة للحصار الذي تفرضه الميليشيات بين الفية والأخرى. كثير من الناس الذين نزحوا من بداية الحرب حينما كانت الهدنة عاد البعض منهم إلى داخل المدينة، والآن أكثر أو أغلب هؤلاء الناس لا يستطيعون شراء محتاجاتهم اليومية نتيجة لغلاء الأسعار ونتيجة للحصار المطبق على مدينة تعز. غياب الجهات الرسمية هنا وانشغالها بأمور الحرب جعل المنظمات الإغاثية والمؤسسات الخيرية تساهم في تلمس احتياجات هؤلاء المحتاجين داخل المدينة، خصوصا مع ارتفاع الإحصائيات لذلك. الأسر النازحة تحتاج إلى 50,000 سلة غذائية شهريا، كما تحتاج الأسر المتضررة في المحافظة أيضا إلى 100,000 سلة غذائية أخرى. بالنسبة للاحتياجات في من المساعدات الطبية تحتاج مستشفيات تعز إلى أكثر من 82 مليون دولار من المساعدات الطبية، كما تحتاج الأسر النازحة أيضا إلى 25 مركز إيواء في مناطق مختلفة من محافظة تعز. اللجنة الميدانية الكويتية لم تنسى النازحين أيضا في أرياف المدينة، واستهدفت مناطق المواسط والشمايتين والمعافر والوازعية بحقائب الإيواء والسلل الغذائية، وكذا مشاريع سقي الماء. ندشنوا مشروع السلة الغذائية لأكثر من 5,000 أسرة في محافظة تعز والمديريات المحيطة بها من المعافر والمواسط والشمايتين والوازعية وذباب ومقبنة وحيفان، وكذلك استمرارا لهذه المشاريع المباركة. هناك مشاريع مستلزمات الإيواء والمكملات الغذائية ومشاريع تشغيل الآبار لتوصيل المياه إلى المستفيدين في منازلهم، وكذلك تدشين مشروع المياه الصالحة للشرب لمحافظة تعز المحاصرة. تتنوع الهيئات الإغاثية والمنظمات التي تسعى إلى إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب. ليبقى السؤال الأبرز هنا، كم ستصمد هذه الجهات في التخفيف من معاناة الناس، خصوصا في ظل حرب لا بوادر من انتهائها هنا في هذه المدينة؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.